انا عندي ميتنج من الصبح لازم اروح انام بدري. يارا يارا ممكن تسيب الموبايل ده وتركزي معايا شويه؟ سوري سوري معلش كنت بشوف حاجه. ثانية واحدة قبل ما تلمس أي حاجة. هو أنتِ لازم تصوري الأكل، ما تاكلي وأنتِ ساكتة. شغلي يا كريم في إيه؟ معلش صورة البوست بتاع النهاردة. هو لما تصورينا وإحنا بناكل وتخلي الناس تبص لنا في أكلنا بتسمي ده شغل؟ أيوة يا كريم شغل. هو يعني لو ما كانش شغل كانت كل الناس دي عملت لي فولو ولا كانت أكبر المطاعم كلموني يعني عشان أعمل لهم ماركتينج؟ كريم أنت محتاج تتفتح على العالم شوية. في حاجات كتير قوي في الدنيا غير شغلك، وفي حاجات كتير فايتاك. فايتني إيه بقى يا نصحة؟ يا كريم ده انت الوحيد اللي في العالم اللي ما عندوش فيسبوك. لا فيسبوك ايه، انا ماليش في الهري ده خالص. يا كريم ده انت مامتك عندها فيسبوك، دي تبعت لي ستيكرز. يا بنتي دول بيضحكوا عليك وبيضيعوا وقتكم في تفاهات. ما تبقاش قفل كده يا كريم. تصدق بقى انا هعمل لك فيسبوك دلوقتي. يارا يارا انا ماليش في الفيسبوك والكلام ده. عشان خاطري يا كريم. ما عنديش وقت انا للكلام ده يارا لو سمحت. عشان حتى تعمل لي فولو وتشجعني عشان خاطري يا كريم. يو يا يارا، طب ممكن تاكلي بقى عشان انا لازم اروح الشغل الصبح. ماشي حاضر. كراميلا انت هتنام مش هتتعشى؟ لا يا ماما انا اكلت خلاص مع يارا، هنام بقى عشان عندي شغل الصبح. يارا قالت لي انك اخيرا عملت فيسبوك، هتعملي اد؟ لسه ما خدتش عليه والله، بكره بقى اعمل لك اد ان شاء الله. طب يا حبيبي تصبح على خير. انت من اهله. كريم انا بعتلك سوري انا لابسه بيكيني، ممكن تبقى تبص عليها؟ حاضر هبص عليها. زون نوران معلش تسيسيني في الميل كده. حاضر هعمل كده. فين زرار التكييف؟ عبد الحميد فين زرار التكييف؟ دور هتلاقيه في جيبك يا باشا. ايه ده يا كريم؟ انت مش لابس بنطلون يا ابني؟ وكمان كوتونيل في الشغل؟ يا كريم انت هتضربني ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ايه ده في ايه؟ بقول لك انا جالي شغل. شغل؟ فاكره الواد كريم الشربيني ده؟ كريم الشربيني؟ غريبه قوي دي. هو ايه اللي هيفكروا بيك دلوقتي؟ بس هي غريبه قوي، بس شكله شايل مني جامد يعني. مش مهم مش مهم، دي حاجه كويسه جدا. يا سيدي ربنا يكتر من احلامه. يا رب. فينش هيم. كريم المدير عايزك حالا. تلعب فيفا؟ انجز، هتلعب ولا دوس بلاي؟ ايه ده؟ وانا بشتغل ازاي وانا لسه متخرجتش؟ ده انا عندي امتحان الجبرا دلوقتي ولسه ما ذاكرتلوش. انا رايح الحفله، هيبقى حصلني.